الأستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب، دكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، رئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج العقم بالقاهرة والأسكندرية وسوهاج. ضيفي العزيز واحد من رواد هذا المجال وواحد من أصحاب يعني الجهد الكبير جدا في نقل الثقافة والتنوير حول الحقن الجمهري في الإعلام العربي، وأكيد العمل المهني حدث ولا حرج، واحد من رواد هذا المجال اللي قدم الكثير جدا جدا من التطوير لهذا المجال في مصر في الوطن العربي. الاسم الكبير طبعا ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري علاج تأخر الإنجاب أطفال الأنابيب، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، والجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، ورئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة، أهلا بك دكتور مقبل. أهلا بك وسهلا المشاهدين. كانت يعني وحش أو كابوس مزعج إن النجمة التي حققت الكثير جدا تعاني من تأخر الإنجاب. يعني أنا ما أشوف يعني ليلى فوزي مثلا بجمالها وهذه هذا البريق لم تنجب. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا هم المشاهير بيدفعوا ضريبة للشهرة بتاعتهم في كل حاجة، لدرجة إن كتير مارلين مونرو اللي أنت بتتكلم عليها سابت مذكرات ليتني لم أخلق، وإن أنا كنت أتعس واحدة في العالم، بعض مذكراتها اللي كتبوها كده، فهي ضريبة. وأم كلثوم عليها رحمة الله ما كانش الغدة الدرقية سبب، لأن الغدة الدرقية ما جاتلاش إلا بعد الخمسين يعني، وهي كبيرة ما كانش عندها وزارة، لكن هو مشاغل بقى الشغل وما فيش العلاقات الزوجية في وقت الطويل، ربما حاجات كتيرة ربما تسبب. لكن تعالى برضو يا أخي، ما الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من زوجات كتيرة، منهم عائشة اللي كانت سنها صغير، وزوج بنت جحش، وصفية بنت حياء بن أخطب، وزوجات الرسول لم ينجب منه، مع إن كان يعني أعتقد كانت عائشة ومين عائشة كانت تتمنى أنها تنجب من الرسول، وأبوها والرسول كان يتمنى ولينجب من هؤلاء، وأنجب من واحدة ماريا القبطية، هو سنه كان فوق 60، كان 62 تقريبا أو كده عليه الصلاة والسلام. ففي أسباب تحتها إرادة الله، وما كانش في زي ما أنت بتقول التقدم اللي احنا وصلنا له، التقنيات الحديثة، والتقنيات الحديثة دي اللي ظهرت لم تعالج كل شيء سبحان الله. يعني برضه أنا عندي مشاكل زودت العقم، تلوث، التلوث الذي سيقضي على البشرية مش القنبلة الذرية، التلوث ده خلى العقم زاد وبقى علاجه أصعب مما كان عليه أيام الرسول وأيام بعد كده العصر ما قبل العشر عشرين سنة الأخيرة. وبالتالي في توازن، في ناس كان عندهم مشاكل مش ممكن بأي وسيلة تانية يحدث حمل، كان الراجل عنده انسداد في القناة القاذفة أو في الحبل المنوي أو في أي مكان، أنت لابد تجيب من بإبرة حيوانين ثلاثة وتزرعهم في البويضة. قبل كده ما كانش ممكن، الست اللي كان عندها انسداد في الأنابيب ما كانش ممكن غير بالإخصاب المجاري أو أطفال الأنابيب. إذن فكان في فئات ما كان يمكن علاجها أبدا دخلت وبقى لها علاج. إمتى نلجأ للحقن المجاري؟ للأسف بنتأخر قوي في اتخاذ قرار الإخصاب المجاري. ليه؟ ثقافة إن ده حاجة يعني مش كويسة أو حاجة غير طبيعية، والحاجة التانية ارتفاع السعر، سعر فوق طاقة ناس كتيرة على مستوى العالم مش في مصر بس. لما يجي الزوج عنده مشكلة ويقعد يتعالج 10 سنين مش حرام، ليه ياخد علاجات 10 سنين؟ على فكرة صعب قوي إنك تعالج الزوج، علاجات الزوج مش بيجيب نتيجة بالسهولة، يبقى بدل ما عالجه 10 سنين واصرف عليه قد كده وما جابش نتيجة، ما أنا أدي علاج 3-4 شهور لو في فرصة للعلاج وبعدين ما جابش نتيجة أعمل حقن مجاري.
طيب من اول لحظه اقول للزوج ده انت لابد ما تتجوز، ما تيجي تتجوز لابد تعمل حقن مجاري، خلاص ما تحاولش، انت من اول عندك انسداد او عندك ضعف في الحيوانات المنويه ملوش علاج. يبقى من اول ما تتجوز يا عم تبقى انت عارف انك هتعمل اخصاب مجاري. البنت المخزون بتاعها بيشطب، سنها 23 سنه واتجوزت وجاني المخزون بتاعها بيشطب، استنى عليها لما تصوت بعد كده. بنشوف حالات كتيره، بنشوف حالات كتير اتاخرت قوي ما عادش عندها بيضات. دي النهارده من اول يوم، ولا من يوم ما تتجوزي يا بنتي اعملي اخصاب مجهري. الناس اللي عندهم بطانه رحم مهاجره وخلاص ودخل على تدمير المبيض، ما استناش اعمل جراحات والكلام ده، على طول اعمل اخصاب مجهري. اللي خدت علاجه وما فيش سبب عند الزوج او عند الزوج اعمل حقن مجهري. ما عادش زمان بقعد بالثلاث سنين، دلوقتي سنتين بالكتيره ما جابش نتيجه العلاج للناس اللي ممكن تتعالج. وفي عندي نوعين من او ثلاث انواع من المرض. مريض مش هيتعالج خالص، ده اقول له من الاول يعني لغايه ما ربنا يجيب حاجه جديده ويجعله من يشاء عقيما. لابد تفضل كده، هتفضل اعرفك انك انت ما تدوقش نفسك وبيزعل مني انت هنعمل ايه وبيشتم وكده وانت حر ومحدش عارف. هصدمك وهقول ما حدش عارف الحكمه، يعني حتى علمنا مش هيعرف الحكمه ده. بلا لانه زي ما سيدنا الخضر، ما هو ممكن قوي كان يخلف ويرهقه في الكفر، ما هو يرهقوه بالظبط يعني، يعني باللغه البلدي بتاعتنا يكفروه في عيشته. والله صحيح، وسبحان الله. لما سيدنا الخضر قتل الولد الصغير قال له فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر. نعم نعم، وقال له في الاخر انت مش هتقدر معايا الصبر، مش هتقدر. تمام، يبقى في زوجين مش هيخلفهم او زوج او زوجه مش هتخلف، اقول لهم واقول لهم الاثنين قدام بعض عشان ياخدوا قرار مع بعض يوصلوا ولا مش هيوصلوا. ودي نقطه مهمه جدا، ما ينفعش يا جماعه يجي واحد جايب مراته ويجي يخش لي من وراها او كده ويقول لي اوعى تقول لمراتي، لا هقول لها ايه ولا ما تجينيش. يعني بيجيني بعض الازواج او الزوجه يبعتوا رساله مع السكرتيره بتاعتي لو سمحت ما تقولش قدام الزوج او ما تقولش قدام الزوج، لا يبقى خد كشفك تاني وارجع بجد، لابد وبجيب امانه ليه؟ خلاص يا سيدي ده قدر الله انت ارضى. العيب مش فيا، ان انا بكتشف لك اراده الله فيك، انت اللي مش راضي باراده ربنا. ولابد الزوج يقول لمراته ان انا مش هخلف ولك الحق تعيشي معايا او ما تعيشيش. دي نقطه مهمه قوي. النوع الثاني ممكن علاجه سواء الزوج او الزوجه، دي همشي معاه بالعلاج بكتيره سنه، جاب نتيجه خلاص، ما جابش نتيجه يبقى ازح بالكبر على طول اعمل اخصاب مجهري. النوع الثالث هو من الاول كده لابد حقن مجهري. نوعيات زي ما احنا قلنا، عنده انسداد، عنده ضعف جامد في الحيوانات المنويه، معوق، ما عندوش قدره جنسيه، مشاكل كتيره قوي بنعملها، قذف للخلف، الحاجات دي كلها. الست عندها مشاكل كبيره مش ممكن حمل طبيعي، سداد في الانابيب، المبايض كده، الحاجات دي من الاول نقول والله تانتو ما قدامكوش الا الاخصاب المجهري. في واحده ممكن تبقى عندها فرصة للحمل الطبيعي بس احنا نعمل لها حقن مجهري؟ كتير. ازاي؟ كتير. واحدة unexplained عملت لها كل الفحوصات هي وجوزها، وعملت لهم منظار ومفيش أي مشكلة خالص، وصبرت عليها سنة سنتين ثلاثة، لابد أعمل لها إخصاب مجهري. النوع الثاني ست اتجوزت وسنها 36 سنة، ما استناش عليه على طول أعمل لها اخصاب مجهري. في الحالات اللي زي كده ما اقعدش اضيع عمر الست واصرف عليهم في الهواء، لازم اكون انا زي ما بيقولوا ايه انهضه بسرعه. ايوه ما اقعدش ماشي في طريق ملوش اخر. بالظبط كده. الخطوات بقى اللي بيمشي فيها الحقن المجهري، الحقن المجهري ده نسبه نجاحه على مستوى العالم لا تزيد من 40% ل 60%، عشان نبقى واضحين، عشان الكلام الكتير ملوش لازمه. احنا ناس بنحضر مؤتمرات في امريكا وفي اوروبا وبتاع، وناس في مراكز بتطلع 30% وفي مراكز 40، وبعض الحالات اللي هي سنها اقل من 30 سنه اما اعمل 100 حاله ينجح 60، عشان نبقى عارف. يبقى لابد من الاول احضر كويس عشان ارفع من النتيجه بتاعت الى الاعلى. تحضيرها كويس، لابد الزوجه احضره كويس جدا وادي له انستراكشنز، ما تاكلش تعليمات. كذا ما تاكلش كذا واعمل كذا وما تشربش دخان وما تشربش والحاجات دي كلها. احضره كويس، ممكن احضره بالشهر والاثنين والثلاثه، ايه المشكله لو استنيت؟ لان حقن مجهري مشكلته ان هو مكلف، ولما بيفشل بيبقى صدمه للزوجين.
وبعض الحالات ما بتتحملش الفشل وبيحصل انفصال. فانا ببقى خايف من الريزلت، لان في بعض الزوجين اقول لهم ابقى خايف اعمل لهم، لان شايف معهمش امكانيات والزوج متردد وعايز يصلبط للست على اي حاجه كده واقول لها باي باي انا هتجوز. حقيقه ببقى خايف اعمل لهم، لان بتقول لو ما نجحتش العمليه هيسيبني يروح يتجوز او يطلقني او كده. طب انا اللي اجيب الريزلت الوحشه دي ليه؟ خلينا بقى عايشين. حقيقه دي بتحصل في حاجات مش طبيه، بحاجات من الخبره. وبالتالي لابد ان انا احضر كويس قوي، احضر الزوجه بقى، عالج السكر، عالج الضغط، الوزن، تكيسات المبيض، الحاجات ديت، اخد وقتي في العلاج وازيل السموم من جسم الزوجين. ده مهم جدا. بندي ورقة تعليمات، ما تاكليش كذا وكل كذا وما تدخنش وانت في مطبخك اعملي كذا ويعملي رياضه والحاجات دي كلها. بعد كده بنبدا في خطوات الحقن المجاري بعد ما اكون جهزتهم شهر اتنين تلاتة تبع حاله. لكن في بعض الحالات ببدا من يوم ما جاتني مضطر. يعني مثلا دكتور عندنا في الصعيد بقى الزوج مسافر وجاني النهارده، ولا انا قدامي شهر وهسافر، والست جت لها الدوره امبارح. طب يا سيدي سيب السائل المنوي نجمده عندنا وسافر انت ونعم مش موجوده، خبر انت تفضحني في البلد. يقول له خلفت يا عم، احنا مالنا بنال ناس، خلينا مع ربنا. يقول لك لا، فانت بتضطر، لانه بيجي كل سنتين مره شهر. هناك ظروف اجتماعيه بتغير الطب، بتغير انت تعالج الزوجين دول ازاي، مش مكتوبه في الكتب. فبيضطر اعمله، بحضره على طول، مش استنى بقى ثلاث شهور واستنى لما تبطل تدخين والكلام ده كله. ببدا اشوف اعمل فحوصات للسائل المنوي، ده مهم جدا. هل هاخد من السائل المنوي؟ هل عنده صديد؟ هعالج الصديد. هل في يعني بعض السموم الموجوده اشيلها من الجسم الاول؟ وبعد كده بشوف الست وابدا اشوف بعض الفحوصات، وبناء عليها اوصف الحقن اللي هي اندكشن اللي بتنشط المبيض المناسبه لكل مريض. بعد كده بندي لها حقن النضوج او بيقولوا عليها مجازيا حقن التفجير، وبنحدد سحب من 34 ل 38 ساعه. في واحدة ستة تسحبها على 34، وفي واحدة ستة 36، وفي أسحبها على 38، وفي بسحبها على 40 ساعة بعد الحقن. كلهم مش زي بعض، بتختلف. بعد كده بنغسل السائل المنوي كن جابه، أو بناخد من القسية بسرنجة أو بإبرة، أو بناخد من الإبيديديمس، أو بناخد بنفتح القسية في بعض الحالات. والغريبة مفيش حاجة ثابتة، يعني كتير قوي أجي الراجل عنده حيوانات منوية ضعيفة 500,000 حاجة زي كده، فأقول له ناخد من الخصية أحسن، أفتح الخصية ما لقيش فيه السائل المنوي موجود فيه ولو عدد قليل. فعندك فاريشن، اختلافات في الحالات كتير قوي. بتاخد الحيوان المنوي وبتغسله وبتزرعه في البويضة تحت المجهر، وبتكون جنين، بتزرع تاني يوم يا دكتور ايمن، ممكن نزرع تاني يوم وتنجح، وفي تالت يوم وفي رابع يوم وفي خامس يوم وفي سادس يوم. كل واحده لها اللي يناسبها. يعني في ستات كتير قوي جايبه لي جنين واحد او اتنين سنها 43 سنه، ازرع لها بعد 48 ساعه تحمل وهي اللي تكمل. نقل الاجنه دوره في الحقن المجاري ونجاحه؟ ده يمثل حوالي 60% من نجاح وفشل الحقن المجاري. نقل الجنين، نقل الجنين ده مهم جدا. لابد الانسان يبقى مدرب قوي، وكل ما خدت خبرات كل ما كانت ايدك اكثر نجاحا في نقل الاجنه، لان لها كرايتيريا، لها كرايتيريا كبيره قوي وبريكوشنز عاليه جدا. يعني مثلا لو دكتور الاجنه بيديك الكاسيتر وايدك اتخبطت في حاجه وتهزت اتنطرت الاجنه وقعت على الارض، بتحصل. دكتور الاجنه راحت منه الاجنه، اجنه زي الفل وكده وعندكش غير جنين واحد وراح منه. دخلت بسرعه عملت اثاره لبطانه الرحم، انقبضت طردت الجنين بعد ما انت زرعت. ما عرفتش تزرع،
في مشاكل في عنق الرحم، مسكت بالعنق الرحم بتاع نسبة الحمل، كمية السائل اللي بتحقنه معاه، عوامل كتيرة قوي بتاخد وقت على ما يدك تتدرب عليه. في ناس بتفتي، يعني في ناس ممكن تقول كلام مش واقعي. احنا جبنا شكل، عملنا كده، اخترعنا شخصية كوميدية، الشخصية دي سميناها أبو العريف. أكيد حضرتك بتشوف كتير قوي طول اليوم ناس بتفتي. You are in Egypt. أم الفتاوي ده، أنت ده احنا أم الفتاوي يعني، ده أنت واحد ما بتسألوش وبتتكلم مع صاحبك هنا يقوم تعالى يا عم تعالى أنا هقول لك أنا ويفتي لك في كل حاجة. هو قال لك في أنهي حتة؟ الفتوى دي الفتي يعني اللي جاي من الفتي دي من أكبر الكوارث الموجودة اللي يعني بتغير، يعني أقول لكم إيه، ممكن طريقة العلاج بتغير وجهة المرضى أحيانا. المريض يعني بيبقى ماشي صح، خسر عمليات عندي كتير قوي ياما ناس يا ست بطلت الحقن ليه؟ أصلت الحقن دي كبيرة يا دكتور، أنت مديني ثلاث حقن إزاي؟ أم قالت لي لأ حقنة واحدة أو جارتي، كلفت أو نفسها قد كده وراحت العملية. كتير قوي بتحصل. أنا اخترعنا بقى شخصية عشان أسمعها لحضرتك، هتعجبك قوي، ليها شعبية دلوقتي كبيرة قوي، شخصية أبو العريف. نسمع أبو العريف. يا باشا توفيق البقال، مفيش مرة أروح أقوله على أي حاجة اديني نوع حلو إلا ويقولي خد المستورد. دلوقتي توفيق بياخد رأيي يعمل فين عملية الحقن المجهري لمراته، بيقول خايف من نسب الفشل. قلت له يا توفيق ما تاخد المستورد، قال لي يعني اتجوز أجنبية؟ قلت له لأ، خد مراتك واعملوا العملية برة، أكيد الأجانب عندهم نسب النجاح أكتر، مش معقولة يعني تكون التجهيزات هنا كافية حتى لو الدكاترة شاطرين. دي عودة الخواجة، نصح صاحبه إنه ما تروح تعمل عملية برة. على فكرة ده شيء مشهور جدا جدا في الإليت يعني. انت هو احنا عايزين حلقات كتيرة مع بعض في الحاجات دي يعني يا دكتور انا عندي نقطتين في نفسي اتكلم فيهم. هو ليه المشاهير بتوع مصر لابد يروحوا يتعالجوا بره ويجوا ويموتوا ويجوا في أدفانهم؟ الحمد لله. يعني ده من زمان، سعد الدين ابراهيم اللي هو الله يرحمه، الله يرحمه، راح يتعالج بره وجه ميت. عبد الحليم حافظ عبد الحليم الله يرحمه، انور وجدي، انور وجدي بره وجه ميت. كتير قوي بلا ذكر اسم، كتير قوي. طب ما انا الدكتور هنا، ما انا الدكتور الناجح المصري موجود والاجهزه كلها موجوده، ممكن اجيب الرؤساء روحوا يتعالجوا بره. طب ليه ما عالجكش هنا؟ هل هو البروفيسور اللي بره عنده علم اكتر مني؟ طيب تعالى بقى انا هنبقى نجيب لك الحالات اللي بيجي لنا من امريكا تعالجت عندنا، وحالات عندنا من انجلترا انجليز، وحالات من النرويج جولنا مخصوص وعمل عندنا ونجحت ومسجلينها. عندنا الراجل اللي عمل عندي واحد مصري مبسوط، لف راح عمل في المانيا وعمل في انجلترا وعمل في اسبانيا في مراكز كبيره اعرفه، وفي الاخر جاني مع ولد ربنا كرمه عندنا ومسجلينه. فيعني عودة الخواجه، عودة الخواجه. لا لا دي مشهوره قوي، هنعمل احنا كل حلقه هننقي قضيه من ضمن نحط قضيه كده في وسط الحوار. انا بحزن قوي لما المشاهير بتوعنا يتعالجوا بره يجوا ميتين، يجوا حزين جدا. شوف بقى انت عندك سلسله كبيره منهم. للاسف للاسف، واثبتت هذه السلسله انه ما في والله الطبيب المصري المتفوق المتميز يعني من مش هنقول ان هو الافضل، لكن من احسن الاطباء، بل ربما يكون تركيزه وخوفه على المريض يمكن يكون اكبر. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره وضيف العزيز الذي يبدع دائما الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استشاري علاج تاخر الانجاب اطفال الانابيب، عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه والجمعيه الاوروبيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، ورئيس مجلس اداره مراكز ومستشفيات الفا. بتنور الناس الحلوه. شكرا. خلي بالكم دايما من نفسيكم، خليكم دايما مع الناس الحلوه. انا عملت 3 مرات حقن مجهري. حقن مجهري قبل كده بعيد عن الدكتور محمد. بعيد عن دكتور محمد. دكتور
محمد مقبل بصراحة أول ما شفت رؤيته راجل طيب. دول أنا تعبت قوي وسمعت كلام كتير قوي قوي، وربنا يدي كل اللي عايز يا رب، احنا مش حد قبل. اعطي كل واحد عايز مولود، اديله يا رب مولود يا رب العالمين. لما الولد يزن ويعيط وعاوزه تسكتيه تفتحي له اليوتيوب وتدي له الموبايل يتلهى فيه، لازم تعرفي انك انت بداتي تقتلي ابنك. هل هناك تشوهات في الاطفال تؤثر على عضله القلب يمكن نكتشفها مبكرا؟ هو وابن خالته او ابن عمته او ابن جارته مولودين في سن واحد، لكن ده جري ومشي وده لا، ده نشيط وده مش نشيط، ده نموه متخلف عن ده، يبقى تأخر نمو الطفل عن أقرانه ده قد توحي إن وجود مرض في القلب، لازم ناخد بالنا.